سي جلال امان خلينا نسمعوا سي جلال علاش هكا يا جماعه ما خيرش متوافق راهو مش شويه واضحه العمليه اللي خدم في العيد صغير ياخذ نهار لون من العيد الكبير شو سي جلال ان لي 3 شهور راهو ما هبطش البلاد كان سيد ما هبطش المره هذيه مش هبطوا فيه برقي التفتيش تينا بلاص كامل معمر عليا باش نذبح له ما نمشيش انا تراسينهم يطيشوا في على ليشهم مستح شنو سي جلال باش تخزر لي هكاك انا راني بنيه وحدي ما نجمش نخلي ما واحد هاني قلت لك لا انا ريتني عندي 6 اخوات ماني نعيش راس راس امي انا ما نجمش خليها واحد ومريضة سي جلال ويزم نعيد معاهرة شنية هدية وليد وحده وبنية وحدها ها؟ لخي شدوكم في راف الميليتير ولا شنو؟ برافو برافو سي جلال مسايبين خدمتكم وقاعدين تتفاضوا شكون باش يخدم وشكون باش يرتاح يما هو نعملوا كالعادة اللي خدم في الصغير يرتاح في الكبير وانت سي شوقي اش تعملون مش تفهمنا انت ما تاخذ كالعيد الوطنية سي توفيق ما هو اول نهار في العيد يقابلوا عيد الجلال ما فهمتش روحي يتحسب لي ديني ولا وطني يتحسب لك عيادي تو وسعوا بيكم يا جماعه وسعوا بيكم شنو رايكم لو كان نعملوا قرعه اي نعملوا قرعه قرعه من القرعه بتاعكم قرعه في الكلينيك بتاعي هوني عندي لحد رياضي هذا ما فهمناش قرعه انا هي اليد البريئه اللي باش تطلع لنا ليكيب اللي باش تخدم غدوة قلت يد بريئة مش يد سبركة نجلة نذكركم اللي الاسم اللي باش يخرج من القرعة هو اللي باش يصبح يخدم غدوة نجم ثاني بيومي الاسم الثالث عيدكم مبروك يا جماعه مرمومين ديما على الخير كلينيكا مانا في رقبتكم تكثروش بالهم عاد هم الكوليسترول كوليسترول مربي انت ما تنساش تشمر على يدك البريئه غدوه باش لا ننصحك يدك الفحيه تحطها في المول خير عليه راتلها تجمد الماء عيدك مبروك علينا وعليك شنو عملتوا قرعه انتم زيده في المركز انا قرعه ليش هاي شنو طيب زوج جديده طلع شي جبت لك معايا كموني شمنك حاجة أرقى بياسر تدا شنو هذا مرمز ما جبت لك باش الحم ما ضحيتش السنة قلت نلم فلوسي باش نلم ساقية مرمز وباش الحم نهار عيد علي نفطر جميعا مرمز قل يا أيها الكافرون هيا هذي سلاطة مش معي هالبلخ هذا كله روز وقلاية وحوت وسلاطة أي سيتش انتي تاو من غير ما تعملنا محاضرة على المجاعة في السماء ليه والحوت شكون جابوا هي هذو ما حوتين بعثتهم ناسيوا قالت بوها استادهم أنا يظهر لي مش نذوق من القلاية بيومي ذوق من روز الشربي طيبة نجلة طيبة نجلة قصدك ممات نجلة مد يدك عادة ما تحشمش البيومي مغير ما توصل بيومي قوم شفاهم زيد كان على غسل اللوس احنا نساوني راه يا ولدي ناصحنا نتاعك
فما واحد جاتو جلطة. إنشان أنا بيس. هي وهذه ماشي تعمل معانا. ضيفة شرف. باهي برا اسبقوني. اسبقوني أنا جاي. اسبقوني. بيوم. بيوم يقوم. ما فهمت شنو نعمل محلول نهار العيد انا بصراحه يا بنتي المعمل مسكر العصيص هو الاكسيدونتي ما فهمتش شنو سببته شنو مالي تحتي شنو هذا خلي غادي خلي غادي ساشي الكبده والكلاوي باش نشويها ليه ما قصرتش سي بيومي ما انا جاي نقص كان تعمل لنا باربيكيو في الامبولانس عفت هنا الخدمه هذيا الكوني نطلب التو بلاش تحبوني نعمل كسكروت بالتن نهار عيد دي طرف كبده شاهو تعازم انا نخدمه كل نهار العيد الو او يا ربي راجل قال يتقص علي مفس وتليفونه تسكر يظهر لي تحشارج يظهر لي تحمات اسمعني اسمعني عاود اطلبه وقول له انت وين فرحان واحد فرحان واحد قاعد عمليات وين زميل لا فيك واضح واضح هاني على عين مكان في رابوان يا سرحان مش تجيك دوريه تو تسلمك العداد دوريه مش تجيني واضح واضح مرحبا ناقصينك احنا خلينا نخاو الراجل وين تو تبعوني وانا شو جايبني معاكم خلينا الكلبه هذي سيت من ريحه يا اخي ما فما حد جاب ماسك معاها انا عندي دي ماسك اما في الامبولانس نسيتهم انت ديما ناسي حاجه وين نعرف عليهم انا الروايح في بالي باش يجيو نصعفوا المريض ونروح على الروايح وص شوفوا طاو مدام لقيتوه السيد هنشوف انا شبات تقطع منه وانا قبل ما تجي الدوريه للرفاه وبس يا مالي اللي كان جاهوني وين ماشي اشكم مشي يهز معايا بلانكار يا ابي خلنا نقز الراس كبر ما يموت ما بين يدينا سليم هات الريسبيراتور ايومي هات الريسبيراتور سرحان هات الريسبيراتور خويا عندك ريسبيراتور ما عملناش قبل ما تعملوا حتى شيء المعمل فيه ماس والسيترنات محلولين يلزمهم يتسكروا قبل ما تصير كارثة أيوه كيفاش تفكروا لسي تاغنا مان فهمتك فهمتك يا مسيو غرفة التحكم وين 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 يساد الكنترول وين وين يساد الكنترول وين يساد الكنترول وين يساد الكنترول آسيا بسرعة الراجل وحده ايوا لازم نحلوا البيبان باش نخرجوه الراجل يا بنتي انا بيبان الراجل قال لك المعمل باش ينفجر خليني مركز باش بكم سكتوا توا شو باش نعملوا يا جماعه الفازه هذه شفتها في فيلم اسمه ميسيون امبوسيبل بيومي نقص الافلام تاعك توا شوفوا يا جماعه الحكايه هذه ترينين عليها قبل باهي القاعده اش تقول لهنا للزورديناتور لهنا للانتربتور توان على شنية باش ننزل يا الكل محمر هيا سرحان حمصة قمصة بين طماطم مجبت مش بالله سرحان واحد معك واضح زميل واضح انت على عين المكان هذا على عين المكان في الرابوان سرحان
حالة تأهب. الرجاء المكوث على عين المكان. ملزمة الحذر. المفتش عنها يستعمل في أمبيلونس وهو تو في اتجاهك. أمبيلونس؟ أمبيلونس؟ بح شوفوا جماعة، مش حكاية قلة رجلية ولا كذا، هذه نداء استغاثة حالة تأهب قصوى، يجب نمشي نروحوا حالا. يلا صباح الخير.